ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. يا ربي السلامة، شوفوا الحادثة الخطيرة اللي تعرض لها كاميو. شهدت مدينة الدار البيضاء حادثة خطيرة بعدما ارتطمت شاحنة بكل قوتها بجدار إحدى البنايات. وبحسب معلومات من عين المكان، فإن سائق الشاحنة كان بصدد إصلاحها بمكان يوجد فوق منحدر، ولكن في غفلة منه لم ينتبه للفرامل لتهبط بسرعة قوية من فوق المنحدر، حيث حاول اللحاق بها والدخول للشاحنة، ولكن السرعة وقوة الهبوط حال دون ذلك لترتطم بقوة مع جدار إحدى الورشات، مخلفة إصابة السائق الذي نقل على إثرها إلى المستعجلات من أجل تلقي الإسعافات الضرورية. وليس هدف حسب، بل عندما أتى رجال الوقاية المدنية من أجل تحييد الخطر الناتج عن الشاحنة، أصيب أحد عناصرها بصعقة كهربائية بعد محاولته إيقاف المحرك. هذا وأكدت فعالية مدنية أنها ليست المرة الأولى التي تحدث فيها مثل هذه الحوادث. تحية رجال الوقاية المدنية على المجهودات التي يقوموا بها، يعني تيغامروا بأرواحهم. كيف ما سمعتوا معنا رجل الوقاية المدنية ضربوا الضوء في الكاميون في الكونتاكت، الله يستر. هذا الكاميون دار يقدر ينفجر في اي لحظه. مس الكونتاكت ضربوا الضوء. هدف ديالنا من هذا الفيديو باش نوصلوا الحقيقه للمشاهدين ديالنا، باش نبينوا الحقيقه، باش نحاولوا نتجنبوا هذه الاخطاء اللي كتوقع سواء لوليداتنا سواء السائقين. كل مغاربه فهم كنعتبرهم تاج فوق رؤوسنا الصحه ديالتهم. بالنسبه لهذا الحادث، هذا ماشي حادث اول مره، بل حادث ثاني مره في هذا المكان. كنعرفوا هذا المكان فهو عباره على واحد العقبه خطيره. سبق قبل هذا الحادث ان كان كاميو هود من هذه العقبه وضرب جوج ديال السيارات هودوا حتى لهذاك المكان. يعني ماشي اول مره. اذا هنا ستاسيونمون كيشكل خطوره. بالنسبه للحادث كما كتشوفي ديالو، هاد الشاحنه اللي خرجت في هاد المكازا، كان سائق. انا احمل المسؤوليه للسائق باش نكونوا واضحين. حنا ما عندناش عاطفه ولا ما عندناش يعني شي حاجه مع شي شخص، بل احمل المسؤوليه لصاحب او السائق. الشاحنه ديالته كانت واقفه هنا كيصوب فيها كيبريباري فيها، على حسب ما سمعنا كان عنده الباتري عنده شي مشكله فيه، مع العلم ان الباتري عنده علاقه بالفران معاه وعنده علاقه بالفران. هودت به هذيك الشاحنه ديالته وهاد العقبه هادي بنادم جاي على رجليه وجا ما وقفه. تماما اختي العزيزه، هودت به. صعاب عليه ان باش غادي فرانيا هو ما راكبش فيها، اشنو عمل؟ استطاع رغم ذلك بقى عنده امل. كاميو غادي هو كيضرب مع الكاميو باش يطلع يحل الباب ويدير فرانا معاه. غلبوا الكاميو والكاميو ما حبسوا غير هذا الحائط كما كتشوفي ديال هذا المكازا، لان لطف الله اولا الخدامه ما كاينينش في هذا المكازا، لو كانوا الخدامه لكانت كارثه كبرى. اولا حفظ الله الوليدات ديالنا كما قلتي كيلعبوا هنايا في هذه الساحه، حفظ الله العمال ديالنا ربما خارجين يتغداو او ما كاينينش او المكازا ما فيهاش. اللي حبس هذا الكاميو هو هذا الحائط كما كتشوفوا، راه راب اغلبيه النص ديالو راب. اما السائق راه تنقل دابا الى المستشفى من اجل العلاج. السائق واش قدر انه يركب ولا لا؟ هو بغى يركب ما ركبش راه غلبوه ويستعيد. الحمد لله ما سطحوش كاميو تماما. رغم ذلك تصاب هو جرو على مستوى الراس وعلى مستوى الارجل ديالو. تحرد مسكين، تحرد وتكرفس. راه الان حضرت الوقايه المدنيه للنقل ديالو للمستشفى من اجل العلاج. اذا كنبهوا هنا المواطنين وكنقول لهم ديما سبقنا اننا قلنا لهم في المره الاولى، كنقولوا لهم هذا المكان الاستاسيونمون راه كيشكل خطوره. هاد المكان راه خطر، وحنا الصحه ديال المغاربه راه ما كتساويش بثمن. راه كيبقى فينا اي مغربي، يعني ممنوع اننا نوقفوا في هاد البلاصه، هادي عقبه. اذا هنايا ما غاديش نحملوا المسؤوليه للدوله او لا اشارات المرور او بل نحمل المسؤوليه للسائق، لان وضع الكاميو في منطقه خطر والكاميو خاسر ليه الباتري. راه البيرمي ممنوع تستاسوني في عقبه. الله يرضي عليك، هذه هي الوضوح باش نكونوا نوضحوا للمشاهدين ديالنا الحقيقه ديال الحادث. ما نكونوش نكذبوا عليهم ونقول لهم لا مسؤوليه ديال هذا او لا مسؤوليه الامن، مسؤوليه الدوله، مسؤوليه. هذه هي الصريحه دائما. الحمد لله الكلام ديالنا واضح باش يفهم الجميع ان الحقيقه ديال هذا الحادث فالمسؤوليه يتحملها السائق اولا.
هذا هو اللي كاين والحمد لله. تمنينا من الله يرجع لوليداته بسلام وعلى السلامة. يا رب انت شو الوليد؟ شو الوليد كي هابط في البيكالا؟ على هذا الوليد دابا هذا الوليد خاطر عطينو البيكالا هابط في الدرديبة هذه. تماما ولا 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 شو إذا هنايا كنطلبوا من المسؤول ديالنا عن الجماعة ديال سيدي ومن الوالدين، حتى الوالدين وصلوا لهم هما الأولين. تماما حدا وليداتكم هذا الوليد هذا اللي عطيه صغير وعطيه البيكالا وناس في الدرديبة. الوالدين المسؤولية الأولى، ثانيا كنطلبوا من رئيس الجماعة ديال سيدي مهم باش يحاول يدير هذه البلاصة على الأقل جادة باش ما تقصصينهم فيها وما تبقاش عبارة على عقبة كتشكل خطورة. لأنني قلنا لكم للمرة الثانية كاميو وجوز ديال السيارات دفعهم كاميو هودو من هنايا دابا الآن كاميو وخرج مكازا. هذه الحقيقة ديال هذه الواقعة. إسعافجات شكرا لك. شكرا شكرا لك. للقاء في واش مخدمين فيها الدراري؟ لا لا ما كاينش. هذا هو المهم الحمد لله ان ما خدام فيها حتى واحد. ما كاينش واحد. هذا الشيء اللي كاين. يعني راكم كانوا خدامين هنا الدراري، راه كانت عندكم كارثة. لا لا ما كاينش خدام، لا ما كاينش. يلا شوف. ولا بس كان خاوية الحاج. واش خبارك؟ راه الله يسر المبنيين. لا من اللي ما وصلش السيروت هي اللي هنايا. كون وصل السيروت؟ السارية؟ السارية. ملي ما كاينش الروح ملي ما رابش الموبل هذاك هو الربح. كون ضرب الساريه والله يسيري بالموبل بالله كون كان شارجي. وما كاينش الدراري الصغار ما كاينش العمال الحمد لله. أن تحيد الكاميون اللي دخل في الحيط كيلقاو أن الخيوط الكهربائية كلها عريانة وبعض رجال الوقاية المدنية راه ضربهم الضو. إذا حنا غنشوفو شنو هو الحل اللي غادي يديروه لهذا الكاميون هذا باش يحيدوه من هنا. مرحبا بكم. وهذه الحادثة هذه اللي خلفت ضحية واحد واللي تم نقله على وجه السرعة إلى المستعجلات اللي هو صاحب هذه الشاحنة.